ولد عمر حسن أحمد البشير في قرية حوشبانجا شندي ولاية نهر النيل في الأول من شهر يناير عام 1944 ميلادي، وهو ينتمي لقبيلة البديرية الدهمشية، وهي إحدى المجموعات القبلية واسعة الانتشار في أقاليم السودان الشمالية والغربية. تخرج البشير من الكلية الحربية السودانية عام 1967، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية بكلية القادة والأركان عام 1981 ميلادي. حصل على ماجستير العلوم العسكرية من ماليزيا عام 1983 وزمالة أكاديمية السودان للعلوم الإدارية عام 1987. شارك في حرب العبور عام 1973 وعمل فترة في الإمارات العربية المتحدة، وعمل بالقيادة الغربية من عام 1967 حتى عام 1969، ثم عمل في القوات المحمولة جوا من عام 69 إلى عام 87، إلى أن عين قائدا للواء الثامن مشاة خلال الفترة من 87 إلى 89. قام بانقلاب عسكري على حكومة الأحزاب الديمقراطية برئاسة رئيس الوزراء الصادق المهدي، ثم تولى منصب رئيس مجلس قيادة الانقلاب العسكري في 30 يونيو 1989. تعرض حكم البشير لمحاولات انقلاب عديدة، أبرزها حركة رمضان عام 1990 بقيادة الفريق خالد الزين نمر واللواء الركن عثمان إدريس واللواء حسن عبد القادر الكدرو والعميد طيار محمد عثمان كرار حامد. ألقي القبض على 28 ضابطا وحكموا محاكمات عسكرية. في أواخر عام 1999 حل البشير البرلمان السوداني بعد خلاف مع زعيم الحركة الإسلامية والزعيم الروحي للانقلاب حسن الترابي، وبعدها أصبح الترابي من أبرز معارضي حكم الرئيس عمر البشير وأمينا عاما لحزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان، وتعرض للاعتقال عدة مرات. قامت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون غارانغ بالتوقيع على اتفاقية نيفاشا لإنهاء الحرب الأهلية السودانية الثانية في جنوب السودان، والتي تعتبر أطول حرب أهلية في أفريقيا عام 2005. أدى حق تقرير المصير المضمن في اتفاق نيفاشا إلى اختيار الجنوب الانفصال عن السودان وتكوين جمهورية جنوب السودان. في 14 يوليو 2008 أصدر المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو مذكرة توقيف بحق البشير في قضية دارفور، وذلك لاتهامات بأنه ارتكب جرائم حرب في إقليم دارفور، وطلب تقديمه للمحاكمة أول مرة يتهم فيها رئيس أثناء ولايته، بالرغم من أن السودان غير موقع على ميثاق المحكمة. وصفت المحكمة السودانية الاتهام استهدافا لسيادة وكرامة الوطن، وأنها محاكمة سياسية فقط وليست محكمة عدل، واتهمت المحكمة بازدواجية المعايير. في عام 2013 طلب البشير تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولم تمنح البشير تأشيرة الدخول إلى أراضيها. في 14 يونيو 2015 أصدرت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا أمرا يمنع البشير من مغادرة جنوب أفريقيا مؤقتا لحين النظر في القضايا المتهم فيها من طرف المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد حضوره لمؤتمر القمة الأفريقي 25، إلا أنه عاد إلى السودان دون توقيفه. يعتبر الرئيس السوداني عمر البشير الأطول حكما من ضمن قائمة الرؤساء السودانيين، إذ بلغت فترة حكمه أكثر من 29 عاما، ويصبح الرئيس الأطول حكما في الشرق الأوسط من الذين حكموا بانقلاب. في عام 2013 اندلعت احتجاجات شعبية ضد نظام حكم البشير ردا على قرارات رفع الدعم الحكومي على المحروقات، سقط فيها برصاص الأمن ما يقارب 200 متظاهر. شهد عهد عمر البشير اتهاما بانتشار واسع للاعتقالات السياسية والتعذيب وقمع الاحتجاجات الطلابية والعمالية، وأيضا شهد ارتفاعا في مستوى الفقر وانخفاضا في مستوى دخل الفرد. وقد صرح للشعب السوداني أنه لن يترشح في انتخابات 2015، ولكن في أكتوبر 2014 قرر حزب المؤتمر الوطني أن يعيد ترشيحه للانتخابات،
وفي 2015 كما صرح بعدم نيته الترشح في انتخابات 2020 إلا أنه أعلن نيته الترشح لانتخابات ذلك العام لاحقا. وفي عام 2017 قام الرئيس السوداني بتعيين أول حكومة وفاق وطني شاركت فيها الأحزاب المعارضة برئاسة رئيس الوزراء والنائب الأول بكري حسن صالح. الجدير بالذكر أن بكري حسن صالح يعتبر أول رئيس وزراء في حكومة البشير منذ انقلابه عام 1989، ثم أجرى البشير في عام 2018 تعديلات وزارية، وذلك بحل حكومة الوفاق الوطني برئاسة بكري حسن صالح، وتم تعيين معتز موسى رئيسا للوزراء خلفا له، وتقليص عدد الوزراء من 31 وزيرا إلى 21 وزيرا أملا في حل المشكلة الاقتصادية التي يعاني منها السودان. تصاعد الاحتقان في الشارع السوداني وانطلقت موجة احتجاجات بدءا من 19 ديسمبر كانون الأول 2018 في مدن بورت سودان وعطبرة بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدهور حال البلد على كل المستويات، وامتدت لتصل إلى العاصمة الخرطوم في 20 ديسمبر، وتطورت المطالب لإسقاط نظام البشير، وخرج البشير بوعود بإصلاحات جدية بينما واجه المتظاهرين برد فعل عنيف بينما واجه المتظاهرون ردود فعل عنيفة من قبل السلطات التي استعملت مختلف الأسلحة في تفريقهم بما في ذلك الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، بل شهدت بعض المدن استعمالا واضحا للرصاص الحي من قبل قوات الأمن السودانية مما تسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين. في يوم الخميس 11 من إبريل نيسان 2019 ميلادي أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف عبر التلفزيون السوداني اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير وبدء فترة انتقالية في البلاد لمدة عامين، وأعلن بن عوف حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في البلاد وحظر التجول لمدة شهر اعتبارا من مساء الخميس وإغلاق الأجواء والمعابر 24 ساعة في كافة أنحاء السودان. وأضاف ابن عوف أن الجيش قرر حل المجلس الوطني ومجلس الرئاسة وتشكيل مجلس انتقالي يتولى الحكم في السودان لمدة عامين مع تعطيل الدستور الحالي.